أنا مذكر ما بدي غنجها معكوسة. ألو أهلين مين؟ أهلين خير؟ طيب بكرة الظهر. لا ما في داعي، أنا بحكي مع ريما. لا ما رح نتأخر. ماشي الله معك. مو كابتشينو هاد؟ لا تواخذينا مرت عمي، لا تواخذينا، هذا ظاهر ما بيعرف بين الكابتشينو والثلاثة بواحد. لك شفت يا قصي؟ لك شفت بناتي شو عملوا فيني؟ يا مرت عمي انت كمان مالك متوقعة؟ لك ايه متوقعة بس مو لهالدرجة، تخنوها. انت وابو مروان مو متفقين على كل شيء، مو متفاهمين على كل شيء. ما هو هون المشكلة. لك اني مشكلة يا مرت عمي، اني مشكلة؟ امبارح من بعد العشاء اتصل فيه ما عاد رد على اتصالاتي. طيب واليوم بعت لي رسالة على الموبايل. ايوه قال لي مثل ما خليتي بناتك هنن يحكوا عنك وانت سكتتي، انا رح ابعت لك جوابي مع بناتك ورح اسكت. ايوه انا بعرف انه انت واختك عم تحاولوا تعجزوني بطلباتكم، حب لكم ما بقى في داعي لهالشيء. مثل ما انتم رافضين كمان انا اولادي رافضين، وخاصة بعد ما سمعوا بطلباتكم. بتعرفوا شو قالوا لي؟ قالوا لي بابا نحن وافقنا على الزواج مشان سعادتك ومشان تصرف مصاريك، مشان هيك بطلب منك طلب شخصيا تقولي لأمك الشيء اللي حكينا فيه هي ولغي. ماشي؟ يعني أنا ما بعرف شو بدي أقولك الحقيقة، يعني خسارة فعلا خسارة. وانتو خسارة. ولما اضطر منك عصدري ديرارا شو بحس الدنيا صغيري ديرارا فرنش. لك ان شاء الله الف 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 مبروك، فرحت لك من كل قلبي. فاس ابو مروان وما بده اياها لحماتي. هلا هي ما مختلف عليها، اصلا امي ما بتناسبه ومتطلباتها كثيرة، بس انا مو لهيك فرحانة، لك انا فرحتي اكبر من هيك بكثير. ان شاء الله عطول يا عمري، هاتي لشوف خبريني ليه. هلا انا مو اخذت امك معي وقت رحنا شفنا ابو مروان؟ وقت اللي قال لي انه مبطل ياخذ ماما. المهم ايه هون شافها لامك وطار عقله فيها، قام طلب ايدها للزواج وهي وافقت. خلصنا مزح وخلاص بقى. لكم مين قالك اني انا عم بمزح؟ بعدين امك ما عندها متطلبات مثل امي. ليه قصي اذا مو مصدقني روح اتصل فيها وهي بتخبرك. صحيح قصي، قالت لي خبرك مشان اليوم المسا تجهز حالك لانه اليوم تلبيس الخواتم، ايه والعرس الاسبوع الجاي. رولا لا تمزحي معي هذا المزح، احسن ما تكبر بيناتنا. ها طب خلص لا تعصب، بعدين انا شو الي علاقه؟ هلا امك بتتصل وبتخبرك. يعني القصه جد؟ لكن ليش انا عم بعمل اظافري؟ مشان الخطبه اليوم. ماشي يا ابو مروان زفت، انا فرجي وراجع لك. بعدين لمعلوماتك كل المصايب عم تجينا من تحت راس مين؟ من تحت راس امك. بيبي طول بالك، لكن هلا صرت حمش. ما عليه دوق من نفس الكاس. على اساس رايح يقتله، ايه ولا تلاقيه بالبلد لابو مروان؟ لك انا حدا بيعرف امي وبضل ثانيه بهالبلد. يا حرام يا قصاي.